إلهي وأنت جاهل بحق ده الصباح الكريم. يسعدك يا حنان يا بنتي وتوب عليكي من شغل الليل. أعمل إيه بس يا رب اللي ما يعرفش يقول عكس. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حنان. إخواتي صحيوا؟ آه. جبتي لي الجزمة يا أختي؟ لا، النهارده في مدرسة وبكرة إن شاء الله في إجازة، هاخدك أنت وعاطف وأجيب لكل واحد فيكوا جزمة. خلاص يا حبيبي؟ إخواتي كلهم يا أبيض تطلعينا بحجة. بس يا ماضي غلباوي. طب سنة طويل كده ليه؟ انزل يلا اشتري الزيت وخليك الكارتر الفول. الزيت يا ماما؟ فول يا واحد. طول ما انت واقف تقول له حط شوية فول، حط لك شوية فول، حط شوية زيت، حط شوية فول، واحدة حط شوية زيت، زن على ودانه، طول ما هتزن هتجيب نتيجة. أوام يا حبيب، أوعى تتأخر. هو كل يوم فول فول. احنا عن نفسنا ناكل جبنة رومي. بس كده حاضر. هات لهم يا عاطف جبنة رومي وقشطة ومربى. وعيش فينو كمان. هو أنا معايا غشاش. ولد. نعم يا ماما. ولد يا عاطف. وانا مش هروح المدرسه يا ابو. اتفضل يا ستي. ليه بقى يا ستي؟ اصل انا ما دفعتش فلوس المجموعه والمدرس طردني الحصه اللي فاتت. حاضر اتفضلي. وانا يا ابله عايز كتاب انجليزي خارجي، والمدرس بيقول اللي مش هيشتري الكتاب هيسقط، اصل هو اللي مقلمه. بس يا بنت سيبوها تعالى بقى شويه يا ساتر. يلا حبيبتي غيري هدومك عشان تلحقي تاكلي لك لقمه قبل ما تنام. انا مش جعانه يا ماما. ليه؟ بقول لك ايه؟ ابقي صحيني الساعه 12 احسن، احمد هيفوت عليا. حاضر. ايه؟ واقفين زي التماثيل كده ليه؟ يلا حضروش نركوا عشان تروح المدرسه، يلا يا بت. عايزه تبوظ اخلاق العيال وتاكلهم لعيش فيهم. عايزه تذكرهم. ها؟ ايه رايك يا حبيبتي؟ اهي دي كلها السفره. وهنا الصالون. ودي بقى هنعملها مخصوص للمزيكا. لا يا سيدي انا عايزاها تبقى السفرة. يا سيدي للمزيكا تبقى احلى. لا 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 انا عايزاها السفرة. خلاص امرك. يا سلام يا حنان، اما هنرتاح في الشقة دي بشكل. لا قعدتنا في البرندة دي هتكون بالدنيا كلها. ايه الامارة يا حضرت؟ احنا سكان الجداد. بدون عن شقة. طول الشقة دي. الشقة دي اشتراها واحدة بتوع من اسبوع فات، وكانت اخر شقة في العمارة. قصدك اجرها يعني؟ لا اشتريها ب 36,000 جنيه. الشارع اللي احنا ساكنين فيه كله ما يجيبش 35 قرش. ها؟ ايه رايك يا حبيبتي؟ انا شايف انها رخيصه قوي وفرصه ما تتعوضش. يعني 36,000 ده كلام فارغ. ندفع للدكتور اللي اشتراها قرشين ويتنزل لنا عنها. لا 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 انا ما اقدرش، انا لازم اسكن في شقه اغلى من دي. قدام شويه في عماره لسه اساس. هي فيلا تمليك ب 120,000 جنيه. بكام؟ ب 120,000 جنيه. اهي دي بقى المعقولة. يلا نتفرج عليها. يلا. على اذنك. انا هسكنك على النيل ب 3-4 جنيه بس. ازاي بس يا روحي؟ نشتري خيمه وننصر. بقى ده اسمه كلام يا حنان. نعمل ايه بس؟ ما ديك شايف بقى لنا قد ايه عمالين ندور ونلف. معلش بشويه صبر ممكن نوضب نفسنا. سلمه سلمه يا حنان. دي سلالم مش عايزه تخلص ابدا. أنا حاسس إن الدنيا هتضحك لنا قريب. إمتى يا أحمد؟ أما سجل اسطوانة وتضرب هتلاقي الفلوس بترخ علينا زي المطرة. يا رب قرب اليوم ده بقى. نفسي أركب عربية وألبس وأتشيك ويبقى عندي شقة على النيل. وحياتك عندي كل ده يتحقق. لازم يوم يتحقق. يا ريت. تضرب هتلاقي الفلوس بترخ علينا زي المطر. عجبتك المغولي يا فندم؟ مش بطالة. بس ثمنها كام؟ 3,750 جنيه. بس اصلنا عاملين تخفيض علشان نشجع الشباب على الزواج. برافو. تحب سيادتك تدفع عربون عشان نحجزهم لك؟ طبعا. انا اسف انا نسيت دفتر الشيكات. انت مش فاتح بعد الظهر؟ طبعا يا فندم. خلاص انا هبعت لك السكرتير بتاعي علشان يدي لك المبلغ كله. تحت امرك. ميرسي. انت قلت كام؟ 3,750 جنيه. اصلهم عاملين تخفيض علشان يشجعوا الشباب انهم يتجوزوا. برافو. مع السلامه يا فندم. ميرسي.
اما سج الاسطوانه وتضرب هتلاقي الفلوس بترخ علينا زي المطر. يا احمد يا حبيبي بطل احلام بقى، خلينا واقعيين. ده انا دوبت جزمتين من كتر اللف. طب تعالي. كمان على علاقتها بيه مش كده؟ احنا سألت عليها قبل كده، لا داعي للحب والجواز. اتفضل خلي بقى عشان ميرسي. حنان ممكن تفوت عليا في المكتب بكره؟ لا اصلي عندي هديه صغيره عايز اديها. ميرسي قوي يا عصام بيه، بس ده كتير قوي، مش معقول كل مره تسافر شغل. هستناكي بكره الساعه. هو انا كل ما اكلم زبون تعمل لي حكايه؟ الراجل ده بيبص لك ليه؟ الشاب ده بيضحك لك ليه؟ امال عايزنا الشغل ازاي يا احمد؟ انا بكلمك عن عاصم بالذات. راجل طيب وما شفتش منه حاجة وحشة، وبيعملنا كلنا زي بعض. يعني خد من كل بنت علبة سجاير ب10 جنيه؟ وفيها ايه؟ راجل فلوسه كتير. أنا هكلم شيف ما تخدميش ناحيته. عاوز تقفل في وشي باب السما؟ ده بقشيش أسبوع باخده من عاصم بيه في ليلة واحدة. يوم ما بشوفه بطمئن إني هجيب جزمة لأختي أو مريلة لأخوي. فوق يا أحمد يا حبيبي، خلينا نعيش. المنافسة استحسن التخطي للأسعار شوية قبل ما تقدمها. احنا يا ستي تحت أمر عاصم بيه. لحظة واحدة، عاصم بيه بيراجع الأوراق. رايحين ليه؟ أهلا يا حنان. صباح الخير. صباح النور يا حنان. عاصم بيه موجود؟ أي موجود. أدخل. اتفضل. أهلا يا حنان. اتفضل. ازيك؟ انت بقى يا ستي مش كنت زعلانة عشان فل عايشة لوحدها في القفص؟ اديني جبت لها عريس زي الفل. روحي بقى هزري معايا شوية لغاية لما اخلص اللي في ايدي. حنان شوفي بقى يا ست الحاجات اللي جبتها لك.
لا وشوفي جنب بصي افتحي مبروك عليك كل ده علشاني انا طبعا على اذنك الو اهلا يا باشمهندس ايوه لا انا وافقت لك على الرسومات لا ممكن تفوت تاخدها في اي وقت طيب متشكره أنا معجب جدا بأخلاقك وشخصيتك. ميرسي. عشان كده مهتم بيكي. أنا عازمك على الغدا النهارده. لا متشكرة قوي. لا مش ممكن هنتغدى مع بعض. أصل الحقيقة ما قلتش إن أنا هتأخر في البيت. ولا يهمك، قولي لهم فضلت مستنية تاكسي مش لاقي تاكسي، يلا يلا يلا. سرحانة بإيه؟ بصراحة؟ أيوه فيك فيا أنا؟ ليه عشان إيه؟ بسأل نفسي ليه أنت مهتم بيا؟ عايز أشوف البسمة دايما على وشك وعلى وش كل الناس البسمة اللي اتحرمت منها طول عمري مش معقول ما تكونش سعيد الفلوس ممكن نشتري بيها كل حاجة إلا السعادة فلوس ممكن نحقق بيها كل اللي بنحلم بيه وايه اللي بتحلمي بيه؟ اتجوز انا واحمد قد كده بتحبيه؟ سنتين حب سنتين خطوبه لسه بندور على شقه يا بخت احمد انه لاقي انسانه عظيمه زي تحبه بشكل ده وهو كمان بيحبني خلصت السيجاره على يخرب بيتك دستور يا صاحبي اهلا يا صاحبي ازيك يا دكتور الله يسلمك دكتور ربنا يسمع منك واستريح بقى ان شاء الله يا رب امال فين حبيب القلب قصدي يعني استاذ احمد بيفكر في المطبخ يا لهوي ايه اللي انت عامله بنفسك ده ابدا بحضر لهم الغدا بس يا احمد يقف هنا وعطيات موجوده تعال 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 يا حبيبي اغسل ايديك اغسل ايديك الاكل جاهز ما انا بطبخ اهو سيبك من طريقك دلوقتي ده انا عامله لك بطاطس هجربه صوابعك وراها تسلم يا دكتور ده انا قربت اخلص على صوابعي من اكلك الضعم يا استاذ عطيات الف بهاله وشيخه اقعد يا اخويا اتفضل اقعد وانا بديك الساعه لما اطبخ لك بايديا وعينيا كمان ده انت من غلاوتك عندي ساعات بحس بصداع ودوخه واضح يا استاذ عطيات واضح ما تيجي تاكلي معانا الف هنا وشيفه لما اروح اشوف الارانب على النار يا اخ احمد نعم حضرتك دكتور ليه مرسان عاملك ايه الست ناقص عليها تجيب اشويره ودبلتين وامها وتيجي تخطبك مني طب كله انت ساكت ده الست هتوكلك وتسمينك وتلبسك ببلاش يا دكتور قلت لك اطفح وانت ساكت خلاص روح الحمام بتاعتك خليكم متشردين عرايا يا عريان عقبال الست عطيات ما تتجوزها لا يا استاذ دي مساله مبادئ انا مضرب عن الجواز والحب الى ان تاتي الاموال ويعم النفس الاطمئنان شايفه يا ماما ايه رايك سلام كل الحاجات دي ببلاش دي هديه يا ماما هديه بس دول يا بنتي يسووا لهم الشيء الفلاني دول اصل عاصم بيه ده راجل غني قوي 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 ربنا يا بنتي وقفك ولاد الحلال سلام لو ندي الحاجات دي لام فتحي الدلاله نقعد تلات اربع اشهر مش حاملين هم المصاريف عايزه تبيعيهم يا ماما يعني خلصك اخواتك يبقوا عريانين وانت لابسه لي فستان ب 30 40 جنيه ما انا كمان عايزه البس زي البيت بنات صحابي طب خلي لك فستان ونبيع الباقي
بتشوفيه يا ماما. انت على جمالك اميره يا اختي. والسعدي يسوي لها يجي 30 40 جنيه. خدي. اختي انا كنت عارف كنت عارفه انك هتقولي بالحنيه دي خدي. يا اختي. بس واقفه. مساء الخير. مساء الخير يا حنان. الله ايه الشياكه دي كلها؟ ايه رايك؟ ايه خويس ربنا يخلي اللي بيجيب الهدايا. في الحقيقه استاذ عاصم دوت شخصيه غريبه قوي. امال يا بنتي النوع ده عايش من اجل الخير فقط. مين يصدق راجل بالشكل ده غني وشيك وعنده فلوس وعنده كل اللي يتمناه اي انسان في الدنيا وزاهد بالشكل ده؟ مش يمكن بيحب في السر؟ تنكري انه مؤدب وفي حاله؟ يا ريت كل الزباين زيه. بقول ايه؟ ما شفتيش الواد الدكتور برا؟ وحيد؟ ايوه يا ستي شفته. كان بينشف على الالات الموسيقيه. يا عالم نفسي يتحرك، يحس بيا، يسرح معايا في الخيال، يكشف عليا. انا عيانه مش كده؟ ربنا يشفيكي. يا بخت بيك يا قلبي. انا بحسب نفسي على زمالتي ليك، يا اما شايف شغلك يا اما قاعد تفكر. تفكر في ايه؟ ها ارجوك يا وحيد سيبني في حالي. مساء الخير يا عمر. مش انت يا استاذ؟ ما هو عارف. بقول لك ايه يا دكتور؟ بقول لك بص في وشي كده. وايه المناسبه؟ بقول لك بص اهو يا بنت يا مضيفه ذمتك. ها انا وحشه؟ قصدي انا مش عيانه؟ لا مش عيانه بس حلوه، حلوه فعلا. هبا ابو جلامبو، ابو جلامبو. اهلا وسهلا. مساء الخير. اجيب لسعادتك ايه يا فندم؟ المأذون. نعم المأذون. احنا ما بنجيبش الصنف ده هنا يا فندم. الاقيه فين امال؟ اي محل تاني يا فندم. ده عاشر محل مش لاقيه فيه. اجيب لسعادتك ايه يا فندم؟ المأذون. مساء الخير. اهلا ازيك يا حنان؟ اجيب ثلاث معاكم؟ ايوه اتفضل. حاضر. حنان. ايوه. انت مش لابسه الساعه دي؟ اصل لا 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 انت لازم تقولي لي ما فيهاش اي حاجه. حنان خدي دول. لا متشكرة قوي. لازم تاخديهم. لا معلش. اعتبريهم صرفي. تمسكي. اصل الحقيقة ما بقتش. بقول لك خديهم. ميرسي قوي. وفر فلوسك يا عاصم بيه. لا لا عايز بس شويه ميه. حاضر. انت ليه اتصرفت كده؟ ما بتعرفش تمسك نفسك ابدا يا اخي. هو طيب ملوش نصيب معاكو؟ الراجل قاعد لوحده، ايه اللي خليك تروح عنده؟ بس بقى انتوا مش شايفين بيعمل ايه مع حنان؟ على الاقل ده بيتكلم بادب، قدروا الباقي على لسانهم زي الكرباج. ربنا يستر بقى، لا الراجل يروح فيها ما يروح في 60 داهيه. اديكي اترفدت وانا راح عليا 100 جنيه. كانوا عملوا حاجات كتير وكانوا فرحوا ناس كتير. بديهم لك ليه ها؟ مفيش غني بيدي لفقير حاجه الا اذا كان له غرض. افكارك كلها سودة وطول ما انت ما بتثقش فيا هتفضل غيور بالشكل ده وهتضيع عليا فرص كتير. يا حنان يا حنان دي مش فرصه صدقيني. انا بخاف عليكي لاني بحبك.
اللي بيحب لازم يثق في اللي بيحبها. انا اسف يا ستي. بعد ايه؟ افرض الراجل كان مات فيها، كنا عملنا ايه؟ اوه اسكت اسكت. خفيش خفيش. عاصم بيه موجود؟ ايوه يا ستي انا اتفضلت. خفيش خفيش اتفضلت. ايوه ازيك دلوقتي يا عاصم بيه؟ اهلا يا حنان اتفضلي. فتحية قربي لنا كرسي من فضلك. ازيك يا حنان؟ الحمد لله. أنا متشكر أوي على الزيارة اللطيفة دي. ميرسي. أنا جيت أطمن على حضرتك وأعتذر لك عن اللي عمله أحمد. لا 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 مفيش حاجة، ده بيحبك وبيخاف عليك وده من حقه. عاصم بيه لو حضرتك مسامحه يا ريت تروح تكلم الأستاذ سليم علشان يرجعوا الشغل تاني. بس كده؟ من عينيا الاتنين. تعرفي أنا بفرح أوي لما ألاقي اتنين بيحبوا بعض. ريكس ريكس تعالى تعالى تعالى. زي انا وريكس احنا الاثنين ملناش غير بعض، لا يقدر يستغنى عني ولا اقدر استغنى عنه. ما لقيتش غيره حد في البيت. كلاب مخلصه انها ما تعرفش لا طمع ولا غش. مفيش حد في الدنيا ابدا بيحبك عشان حب، عشان كده انا عايش طول عمري وحيد وحزين. الدنيا بالنسبه لي ملهاش طعم. الشاي كوباية شاي هتعدل دماغك يا انجل احمد. ميرسي يا حبيبتي. يا حنان اتأخرت يا طنط. والنبي ما اعرف يا ابني، هي قالت لي راح مشوار صغير وراجع على طول. الظاهر المشوار طلع كبير. عن اذنك. بقول لك ايه؟ فيك من نيابة مصر؟ في بير؟ احنا النهارده طبخين ارنب ملوخية، ايه رأيك تتغدى معانا؟ بس على شرط اكل ارنب بحال. ده هو ارنب واحد بس، بس ايه قد المعزة الصغيرة. ايه رأيك انا وانت هناكل الدماغ؟ ياه الدماغ بحالها؟ اهلا. ايه يا حنان ده كنت فين؟ اسكت يا ابني اسكت، كل اللي نفسك فيه انا شفت النهارده بعناية. مش فاهم. تجت ايه ولا نجف ايه ولا تحف ايه ولا الكرسي اللي كنت قاعد عليه؟ يجنن يجنن. كل ده انا شفت النهارده حقيقي قصاد عناية. تفتكر شفته فين؟ فين؟ مش هتصدق، في بيت عاصم بيه. بيته؟ علشان اعتذر له وترجع الشغل تاني. انا طلبت منك تتوسطي لي؟ يا احمد بطل بقى، مش كفاية سببت للراجل في صدمة وكان هيروح فيها؟ ما يموت ولا يروح في 60 داهية. يا شيخ حرام عليك حرام عليك. الله في ايه يا ولاد؟ مالك يا احمد؟ اسأليها، مش كفاية المحل؟ لا تروح له البيت كمان. قلت لك مليون مرة لازم تثق فيا، دي مش طريقة دي. الثقة دي اجيبها منين إذا كنت بكرهه بكرهه؟ أحمد أحمد. مش عاوزة الصراحة، أحمد عنده حق. أحلف لك بإيه يا سعاد؟ عاصم بيه ده راجل طيب قوي ومؤدب. ما قلناش حاجه، لكن ما دام خطيبك مش عايزك تتكلميه يبقى خلاص يا حنان. يا ناس راجل قلبه حنين وبيعطف عليا، فيها ايه؟ فيها وجع قلب لخطيبك وجع دماغ ليكي. لحظه واحده اشوف الباب. اهلا بالحبايب، اتفضلي. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا انت؟ ازيك انت يا انت؟ ازيك يا احمد؟ ما تقوم يا خينا تسلم على خطيبتك. ازيك يا احمد؟ كويس. كذاب. انت لسه زعلان مني؟ ما رفضونا بقى الستيله دي وتصلوا على النبي. حقك عليا يا احمد، واللي انت عايزه اعمله. شايف الحب بيعمل ايه؟ بيعمل وجع قلب. لو سمحت اوجع لي قلبي. ربنا موجود.
عشان بيه. امال هناك فين؟ في اجازه. اصل خطيبها بيغير عليها قوي، وحضرتك عارف شباب اليومين دول طبعهم حلو. انا عارفه طلبات ساعتك. خير يا عاصم بيه؟ ازيك يا سلام؟ سليم يا فندم. سليم احمد رجع يا فندم، حصل تعليمات سيادتك. المحل يا فندم محلك، تقول اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه. عن اذنك يا فندم. انسه حنان موجود؟ من حضرتك عاصم. اهلا اهلا سعاده البيت. اتفضل 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 يا سعاده البيت. بس يا بنت بس يا بنت، خشوا ادخلوا يعني، خشوا ادخلوا خشوا يا بنت. فسحوا خشوا شيل شيل عارف شيل شيل عليكم بيوكم. خشوا خشوا. اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا البيت نور. الله يخليك. اهلا وسهلا يا سعاده البيت. عاملك ايه؟ اهلا وسهلا. ثانيه واحده هصحي حنان وعلى طول. انت تعرفني؟ طبعا. كل ما حنان تجيب سيرتك استاذ احمد يشم فيك. الله يخليه. عاصم بيه جه فين؟ هنا بره في الصاله. عاصم بيه عاصم بيه. اه عاصم بيه عاصم بيه. جه ليه؟ بنتي خايفه تستهبلني. جاي عشان يسال الساعه كام. انت ما بتجيش ليه؟ انا نفسي اشوفك من زمان. وقال لي في الاكياس دي. دي هديه عشان طب بشويش يا جماعة، بس بشويش. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يلا يا واد، كان جوزك كان جوه. خش وانت بيت. خش خليهم خليهم عشانه. ارشيلك انت اهو. اهلا يا عاصم بيه. اهلا. ايه ده؟ قوم. لا لا خليه خليه. بقى يبقى عندكم كتاكيت الحلوين دول وما تقولوليش. على الأقل كنا نتعرف. يعرفوني يعرفوا. ليه؟ ايه؟ غالي قوي. قولي ليه؟ كل ده يا بسوتي. اهلا. اجيب لحضرتك قهوه؟ لا لا حاجه ساعه؟ لا لا متشكر، اصل انا وحنان عندنا مشوار صغير. مش هنتاخر، نص ساعه بكتير. انا اسف يا استاذ عاصم، انا اقول لك ان الست اشهر اللي جايه في منتهى الخطوره. يعني مفيش اي امل يا دكتور؟ ربنا كبير ولازم دايما نعيش بالامل. مفيش اي طريقه نقف بيها المرض يا دكتور محمد؟ الحاله في منتهى الخطوره يا هاني، والمرض كل يوم بيزيد. ست اشهر، ست اشهر وهتكون نهايه الموت. مستحيل، سافر بره وتعالج. بسافر بره كتير قوي لنفس السبب، لكن النهاية الوحيدة اللي وصلت لها اني هموت بعد 6 اشهر. انا عندي فلوس كتير قوي، لكن مش قادر اشتري صحتي. الموت فجأة اهون من الموت البطيء. ده المحكوم عليه بالاعدام ما بيبقاش عارف هيموت امتى. انا عايش بين الناس وعارف ميعاد موتي. شيء في منتهى القسوة، لكن دي نهاية لازم أقبلها. الأعمار بيد الله يا عاصم بيه. أنا مش خايف من الموت، لكن الشيء اللي حاسس في نفسي إني ماليش وريث. حنان، أنا فكرت إن أنا أكتب لك جزء من الميراث، لكن الحقيقة خفت من كلام الناس، خفت على سمعتك. أنا جاتلي فكرة وأرجو إنك توافق عليها. ايه رايك لو اتجوزك؟ دي مجرد اوراق رسميه علشان تدي لك الحق في الميراث. حق عصبي. انا انت احق انسانه بمالك ممتلكاتي. انا عايز اكفلك احياء سعيده هنيئه مع والدتك واخواتك، وكمان عشان تعيشي مرتاحه انت واحمد. فكري يا حنان، فكري كويس. يلا يلا
دي الناس ليه من بدري ليه؟ ليه؟ قولي لي يا قمر ليه؟ يا ماما دي فيها جواز. ما الحكايه دي هي اللي شغلاني. بس دول ست اشهر مش جايز ينتهوا عمره بعد ست ايام، وهي بتكتب لنا السعد على ايديه. طب واحد حنوبه من الحب جانب برضه، واظن ما يصحش يغير من راجل رجله والقبر. المستقبل قدامكم. انا خدت راي حنان في الموضوع وجاي اخد رايك انت. مش فاهم. حنان هتكون مراتي لمده 16. انت مجنون؟ دي الطريقه الوحيده اللي حافظ بيها على سمعتها وشرفها. حنان هتكون زي اختي او الممرضه بتاعتي. اطلع بره. افهمني يا حنان، انا بحط بين ايديك مجهود وشاء سنين، كل ثروتي هتكون ليكم. ايه رايك؟ يساومني على حنان، عايز يتجوزها وجاي ياخد رأيي. هياخد رأيك يعمل بيه ايه؟ امك دي عين العقل، فرصة مش عاوزاها تروح من ايديكي. راجل هيموت وبيفضلك انت دون العالم كله علشان تورثيه. ده لو كان ابوكي ما كانش يفكر في الحكاية ديت. ست اشهر استطيع من حساباتك يا ستي، فيها ايه؟ وشرف ابويا، انا لو عندي اخت او بنت كنت جوزتها له. عارفة بقى؟ اخت او بنت كنت جوزتها له. راجل عاوز نسيف وحدته. طيب واحمد؟ احمد مين؟ اقعدي يا حنان، اقعدي يا حنان، دي فرصتك دي. وان كان على سي احمد يستنى الست اشهر دول، ما انتوا بقالكوا سنين مخطوبين، عمل ايه سي احمد؟ اسمعي يا حنان، ربنا بيجعل لكل شيء سبب، وعاصم بيه ده سبب سعدك. استاذ سليم، احنا صحيح بنشتغل عندك لكن ما انتش واصي علينا. اسمع يا احمد، انت اناني، انت بتحبش لنفسك، دي فرصة عمرها اديها لها يا اخي. انت عارف ان لها ام واخوات بتصرف عليهم. انت كنت بتحبها صحيح، كنت تجوز العاصم بيه، دول ست اشهر لا راحوا ولا جم، وبنت رجعوا بعض تاني، وهي موافقه. موافقه؟ اذا كنت موافقه اتفضلي روحي له، بس مش هتشوفي وشي بعد كده خالص، لا بعد ست اشهر ولا بعد ست ايام كمان. احمد، أحمد، أحمد.
صدقني يا احمد، اذا كنت حامل كده فده علشانك انت. انا مش عاجز عشان ابيعك لراجل مجنون. ده مريض مش مجنون. انت شفت يوم الفلوس كان بينه وبين الموت لحظه. صدقني يا احمد دي فرصه. عشانك انت وعشان اهلك. انما انا لا لا لا. ليه؟ انت بقالك سنين مش قادر تاجر لي شقه، مستني لما الاسطوانه تضرب والفلوس تنزل علينا زي المطر. صدقني يا احمد الفلوس جايه لنا لحد عندنا، نقول لا. جوازي منه هيكون مجرد حبر على ورقه. يا حنان يا حنان هتبقي مراته، مش هتقدري تمنعي ايده لو جت على جسمك. صدقني حق. كدابه. انت بتقول كداب عشان مش واثق فيا، لكن انا واثقه من نفسي. الفلوس والعز اللي هو فيه قاموا عينيكي وعينين اهلك عن الحقيقه. حقيقه؟ وايه هي الحقيقه؟ الحقيقه انك خاينه. خاينه خاينه علشان هضحي بنفسي علشان خاطرك؟ ما دام هو ده رايك يبقى انت من سكه وانا من سكه تانيه. انا في غنى عن فلوسك وفلوس جوزك اللي هيموت بعد 6 أشهر. دايما لما اجي اسكندريه انزل في الجناح ده، بس كنت بقعد فيه وحيد حزين ولاول مره بشعر بالسعاده لان معايا قلب حنين. ميرسي. انا هديلك وصيتي من دلوقتي، مين عارف يمكن انتهي في يوم في لحظه. ربنا يديك طولة العمر. هسيبك تستريح. الله، المية شكلها يجنن. ما تيجي ننزل ناخد غطس مع بعض يا عاصم. يا ريت، بس الدكاترة منعاني من السباحة نهائي. انت عايزاني اموت غرقان كمان. انا اسف يا عاصف. اسف. مرة سكرت ورقصت الرقصة دي رقدت فيها اسبوع. ايه رايك في الرقصه دي؟ رقصه؟ ايه رايك في الرقصه دي؟
مالك يا عصام؟ حنان انا قصدي بحبك حنان. لا 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 بحبك عاصف. تمنعي ايده لما تتمد عليك. انا اسف يا حنان، ما قدرتش. وبعدين ده من حقي، انت مراتي. كل ما بفكر ان في انسانه جميله وعطوفه بتحن عليا وبتحبني زيك بنسى المرض وبنسى الموت. بحبك يا حنان. وبعدين يا سي احمد، وبعدين يا اخوي، هو انت اول ولا اخر واحد حب ولا طالشي؟ طب ما قسمك اتجوزت ليا، ولا الواد روميو اتجوز البنت جولييت؟ هي اللي اختارت الطريقه. حنان مش كل حاجه في الدنيا يا احمد يا اخويا، في حاجات كتير قوي تستاهل اننا نشتغل ونحقق احلامنا ونبني مستقبلنا. انساها يا احمد يا اخويا، انساها. مش قادر يا وحيد، مش قادر. ازاي انسى سنين طويله عشتها وانا بحلم باليوم اللي هتجوز فيه حنان؟ لكن هي باعت الحب والاحلام وجريت ورا الفلوس. احلى شيء في الدنيا ان الانسان بيقدر ينسى اغلى عزيز عندنا، اهو بنبكي عليه يومين وبعدين ننسى. يا احمد يا اخويا، ربنا كريم عشان خلق لنا حاجه اسمها النسيان. اسمع كلام اخوك الكبير وانساهم اجمعين. Thank you.
أرجوك كفاية. أهي أمي معدودة، وده لا هيقدم ولا هيأخر. لازم تاخد بالك من صحتك. خايف عليا؟ طبعا. وأحمد، وأحمد بلاش نجيب سيرته. ما تفكريش فيه؟ وبعدين معاك ليه دلوقتي سعيد؟ بعد 6 أشهر هيورثني في مراتي وفلوسي. عاصم انت شربت كتير، يلا بينا. حنان حنان انا بحبك حنان، وانت بتحبيني مش كده حنان؟ بحبك حنان. عاصم انت مجنون يا عاصم. ايوه مجنون، مجنون بحبك حنان. حنان حنان انا بحبك حنان. حنان انت مراتي حنان. فين ابتسامتك يا حبيبتي؟ أنا عايزة أرجع مصر. ده احنا ما قضيناش 10 أيام من شهر العسل. أرجوك يا عاصم، لازم أرجع مصر. الأرسان كلهم بيتمنوا إن شهر العسل ما ينتهيش، وأنت عايزة تنهيه قبل أوان. معلش، عشان خاطري. لكن أنا برضو ليا قلب بيحس، وليا شعور وعاطفة وكيان زي أي إنسان سليم. بقى وله الحق عليكي.
ولو اني بحبهم، لكن اوعدك اني هعود نفسي. ها حنان، سامحيني يا حنان، سامحيني. يا سلام على رأي الآل، الألم بيصنع الفنان. مسكين بيتعزي. معلش، كلها ست أشهر وتبقى فلوس عنده للركب وغرقان في الحب لششته. خليتيني اسيب المحاضره علشانها واجيلك على ملا وشي. احمد اصلا احمد مسايباني محاضره التشريح وركبت سبع اتوبيسات علشان اجيلك وتقولي لي احمد اصله. انت واد يا دكتور، نكر العيش والملح كده ليه؟ انا لا ناكر ولا دياول، بس العلم مهم. احنا لازم نشوف حل لاحمد وحنان يا وحيد. في الحقيقه احمد بقت حالته تقطع القلب. معذور، الفراق صعب. اهو كل ده من تحت راس الجدع المعقد اللي اسمه الحب. لا يا وحيد، الحب عمره ما كان فراق وعذاب ولا عقد. طمنا قدامك اهو، حلوه ومن غير عقد. فعلا. من غير عذاب. فعلا. من غير فراق. فعلا. من غير عقد. فعلا. وحلوه. فعلا فعلا. العذاب اللي انا عايشه فيه، انت مش انسان، ده وحش. يا ريتني سمعت كلام احمد، يا ريتني ما اتجوزته. مسكين احمد، ظلمته معايا وهو ده اللي معذبني. انا دايما بسال نفسي ليه عملت كده، ليه؟ ده مش ممكن يكون انسان طبيعي، ده انسان مجنون. ده مفيش لحظه تفوت الا ما يسالني اذا كنت لسه بحب احمد. اذا قلت لا يفضل ورايا لحد ما اقول اه، وساعتها يضرب لما يشوفني بتعذب، يركع تحت رجليا ويعيط ويقول لي انا بحبك. ازيك يا سعاد؟ ايه ده يا حنان، مش كنت تقول ان جاي لنا ضيوف؟ كنا على الاقل نقوم بالواجب. وانت ازيك يا سعاد؟ الله يسلمك يا عاصم بيه. طب ما اتفضلي. معلش، فرصه تانية، اصل حنان وحشتني، جيت اشوفها وابارك لها. طب ده احنا كنا عايزينك تتعشي معانا. متشكره، مضطره امشي عن اذنك. سعيدة يا حنان، سعيدة. بنت حلال أوي، تستاهل كل خير. حنان رجعت. أهلا وسهلا. أنا قابلتها يا حنان وحكيت لي على العذاب اللي عايشة فيه. طبعا لازم تتعذب، عندها فلوس كتير ومش عارفة تصرفهم فين. ما
تظلمهاش يا احمد، حنان بتحبك. لكن بتحب الفلوس اكتر. هي محتاجة لك. محتاجة لي بعد عاصم ما يموت. عايزة تطمن على مستقبلها، مش كده؟ قولي لها لا يا سعاد، لا. أنا اللي محتاج لها ولا محتاج لفلوسها؟ ازيك يا احمد؟ سامحني يا احمد، بس اسمعني، انا عارفه ان انا غلطت، بس مش عايزاك تزعل مني. انا هفضل طول عمري احبك. ايوه يا احمد، احمد رد عليا يا احمد. احمد الو. ايوه يا حنان، معلش. قلت ايه يا اخ؟ مش معقول؟ يعني حضرتك خيبتك من خيبتي. يا طريق عمال تديها معايا سجاير من الصبح، خلصت لي العلبه. انت؟ اخ منك انت. انت؟ تلاقيك كنت فلتان وابن حنت. اه باين في عينيك، الحنت باين اهو. جرى ايه يا هبل؟ مالك؟ اتجننت؟ اعمل ايه؟ ما انا مش لاقي حد ادوشه. والمسكين ده ذنبه ايه؟ انا متلخبط. البيت المضيفه دي اللي اسمها سعاد ملخبطاني. مش عارف اعمل ايه. انت مش دخلت برجليك في البتاع ده اللي اسمه الحب؟ مش ده كلامك؟ ما قلتش حاجه، لكن انا برضو كنت بقول لك، لكن طلعت خاينه. يا اخي يا اخي ما تظلمهاش. اللي حصل انها هي اللي ظلمتني يا سوحيد. والله ما انا عارف الحقيقه فين. اتصال. استقبل يا سيدي. حبيبة القلب عطيات تدق الباب. حنان؟ أهلا يا حنان، اتفضلي يا حنان. أحمد فين؟ في المطبخ جوه. زمانه جاي، استنيه هنا وأنا نازل أجيب سجاير. ها؟ إزيك يا أحمد؟ أنا جايالك، مفتكرش أبدا إنك تطردي من بيتك. عطيات! أهلا يا أستاذ عطيات! إزيك يا أستاذ عطيات؟ الله يسلمك. أهلا يا أستاذ عطيات. ما قدرتيش يا أستاذ عطيات؟ لا. مش الإنسان، أصله قرد. يا لهوي، قرد! قرد يا بنتي، قرد! هو مين ده يا دكتور وحيد؟ الإنسان يا أستاذ عطيات، يعني تعرفي جدك الأكبر الله يرحمه كان قرد. دكتور وحيد، أنت اتجننت؟ أصلك ما قريتيش التاريخ يا أستاذ عطيات. أنا بقى هشرحهولك يا أستاذ عطيات. طب بس استنى ما طلع الأهل الأستاذ أحمد. تاريخ جدك أهم يا أستاذ عطيات. هدمتي حياتي وحياتك. أنا غلطت يا أحمد. غلطت وبدفع الثمن. ليه كده يا حنان؟ ليه هدمتي الأحلام الجميلة اللي كنا بنحلم بيها؟ كنت عايزة أحقق الأحلام دي بسرعة. حتى لو أضحي بست أشهر من حياتي. خلاص. ادفع الثمن. أنا إذنك. أحمد، أحمد أنا محتاجة لك يا أحمد، ما تسيبنيش، محتاجة لك. يا اسطى عطيات، انا
بقى هشرح لك تاريخ الانسان من اول ما اتولد. اشرح لي يا اخويا، تبقى مين بسلامتها؟ دي حنان. اسمعي يا شاطرة، امور المسخرة دي ما تنفعش في بيتي. دي خطيبتي. يا لهوي، وكمان خاطب؟ يعني كنت بتضحك عليا؟ يا استاذ عطيات، يا استاذ عطيات، المسائل عاوزة بس شوية شرح. احمد ابقى اتصل بيه. تسمح تشرح لي يا سي احمد؟ اشرح لك انا كل حاجه يا استاذ. اخرس انت يا دكتور، بعدين عفاريت جد الكبير بتتنطط قدام عينيا. ده جوزها. يا خبر اسود، وايه اللي عرفه انها جايه هنا؟ اكيد بيراقبها. وكمان متجوزه؟ تستاهل اطمر ابيكها. اتكلم، قول اي حاجه، لكن ما تفضلش ساكت كده. ايوه انا كنت عند احمد عشان لسه بحبه، انت فاهم؟ لسه بحبه. الو الو مفيش فايده، دايما هو اللي بيرد على التليفون والعمل. انا هروح لها. اتجننت؟ انا خايف عليها قوي يا وحيد. صباح الخير. صباح النور يا ست هاني. صباح الخير. صباح النور. مدام حنان موجودة؟ لا يا ست هانم خرجت. ما قالتلكيش راحت فين؟ عند الكوافير. ما اديتكيش عنوانه؟ لا يا ست هانم، لكن وهي خارجة قالتلي أنا رايحة عند الكوافير يا فتحية. طب متشكرة يا فتحية. مع السلامة يا هانم. انهم وحشوني انا كمان، كان نفسي اشوف. ما تخلينا لبكره نروح مع بعض. هفضل قاعده في البيت كده؟ تفضلي في البيت كده ليه يا حنان؟ انت محرومه من حاجه. عاصم انت عايز مني ايه؟ انا عايزك تفضلي جنبي الايام اللي فضلاني من عمري. تعالي تعالي. هي صعب قابلتيها؟ مفيش فايدة يا أحمد، خمس مرات أدور عليها وشغالة تقول لي مش موجودة. طب ما حاولتيش تتصلي بيها؟ كل ما اتصل عاصم هو اللي رد. ما دام بيشك فيها يا إخوانا يبقى مش هيخليها تخرج أو تتصل بأي حد. يعني إيه؟ هيحبسها؟ عجايب، دي مراته خينة، يحبسها يخرجها هو حر. طب والعمل يا أحمد عندنا مع الوحش ده؟ مفيش غير حل واحد. إيه هو؟ نستنى لغاية ما يموت السجان. يا
طب عليا نعمل اللي داخل عليك. يا لهوي اوبا سعاد. ما احنا قبضناها امبارح. امال قبض ايه؟ اللي واخد عقلك. احنا في اول نوفمبر. مفيش داعي. دي اخر ورقه في عمري. خليها مطرحها. حنان. انا عايز اعتذر لك على كل اللي حصل. مش عايز اموت وانت زعلانه مني. الست اشهر اللي فاتوا دول كانوا اسعد ايام حياتي. دلوقتي ممكن اموت وانا مرتاح. ايه رايك نخرج نسهر نودع الايام الحلوه اللي احنا قضيناها مع بعض؟ ها؟ يلا. اهلا وسهلا سعاده الملك. كل سنه طيب يا عسل. كل سنه طيب يا حنان هاني. شمبان يا سالم. سليم يا فندم. سليم سالم تاخذنيش. حاضر يا فندم. انت هتشرب؟ صحتك طبعا. وصحة احمد كمان. ما بلاش. بلاش ليه؟ دي مناسبة كل الناس بتحتفل بيها. يودعوا سنة وبيستقبلوا سنة جديدة. لكن أنا بودع بس. المحكوم عليه بالإعدام بيسألوه قبل ما يموت نفسك في إيه؟ وأنا نفسي أرقص معاك. كل سنة وأنت طيب يا عسل. ودي بصحة وسلامة. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. عن إذنك. Thank you.
قفل. مش يمكن مات وعمره انتهى وهي مرتبكه لوحدها؟ ما افتكرش، ده باين انه جدد المده. انا ملاحظ انك الايام دي ساكته باستمرار، كل ده عشان انا لسه عايش. الاعمار بيد الله زي ما انت قلتي، اموت النهارده اموت بكره، ايام بكسبها وانا لسه عايش جنبك. حاجه غريبه، احلى الايام هي الايام الاخيره دايما. ده انا لما بشرب فنجان قهوه بحس بلذه كبيره قوي في اخر شفطه. دنيا كل ما نيجي نفارقها نتمسك بيها اكتر. يقصف عمره البعيد، عارفة ده أحمد كل يوم بيجيني البيت يقول لي مات ولا لسه، مات ولا لسه، أقول له معرفش وأرفع دماغي للسما وأقول لو ربنا يعجل نهايته عشان تبقى نهاية سعيدة. شوف أنا لما بكون مستعجل ومستني الأتوبيس عمره ما بيجي. أهو أنت كده طول ما أنت مستعجل على موت عاصم مش هيموت. طب يا عاصم بيه هبقى افوت عليك بكره عشان اطمن عليك. عايزك هنا. اتفضل. تصبح على خير. اطمئني يا هانم، شوية انفلونزا بسيطة. والقلب؟ زي الحديد. ده عيان بالقلب يا دكتور. لا يا هانم، قلبه سليم جدا وضغط طبيعي. مفيش أي حاجة تخوف. متشكرة يا دكتور. العفو. فتحية؟ فتحية. أيوة. أيوة يا فندم. وصلي الدكتور. حاضر يا فندم. ست اشهر في منتهى الخطوره. ست اشهر، ست اشهر هتكون نهايه الموت. ربنا كريم ولازم دايما نعيش بالامل. انا عندي فلوس كتير قوي لكن مش قادر اشتري صحتي. الحاله في منتهى الخطوره يا هاني، والمرض كل يوم يزيد. انا عايش بين الناس وعارف ميعاد موتي. الو، ايوه انا
دكتور محمد حسين. انا حرم عاصم الدمنهوري. اهلا وسهلا. حضرتك فاكر لما جيت معاه وقلت له ان هو هيموت بعد 6 اشهر؟ ايوه فاكر. وهو مات فعلا يا هانم؟ هو مين اللي مات؟ ما هو عايش معايا اهو. هو مين يا هانم؟ عاصم جوزي. حضرتك قلت له ان هو عيان بالقلب وانا شفت رسم القلب. ده ما كانش بخصوص عاصم بيه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ دي كان بيجي عشان يطمن على واحد قريبه وفعلا مات بعد 6 شهور. فلوس بأي شكل وبأي طريقة. ما قالتلكيش عاوزاني ليه؟ أبدا يا أحمد، كانت بتكلمني وهي بتعيط وطلبت مني إنها تشوفك. لازم هي أشوف. أحمد الحقني يا أحمد. في إيه؟ مات يا حنان؟ كذب، كله كذب، كذب كذب. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ ضحك عليا، ضحك عليا عشان يتجوزني، علشان يعذبني. عمره ما كان عيان بالقلب. إيه؟ بتقولي إيه؟ عمره ما كان عيان بالقلب. احمد ما تسيبنيش، انا في عرضك. طب. مش عايز ارجع له تاني ابدا ابدا. جنبي يا احمد، خدني معاك، خدني معاك. اهلا استاذ عاصم. لحظه واحده والنبي يا احمد، استخبى جوه في حته معلش عشان خاطر حنين. يلا يا احمد، يلا يلا يلا. اهلا عاصم بيه، اتفضل. مش كنت تقولي لي انك جايه هنا يا حنان؟ اصلها كانت رايحه عند الكوافير وقالت تاخدني معاها. هو في كوافير يوم الاثنين؟ الله، انتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ دي سجارتي انا. غريبه، امال عمري ما شفتك بتدخني يعني. اللي حصل اللي حصل. يلا بينا حنان، ناقصي تعبان شويه. وبعدين احمد في المصيبه دي مش عارف. طلقني طلقني. حنان، كل اللي عملته ده علشانك. خلينا ننسى الماضي ونعيش حياتنا. صدقيني يا حنان، هعمل مستحيل عشان اسعدك. مش هخليكي محتاجة لحاجة ابدا. هقتله. انت مجنون يا جدع انت. اعقل اعقل يا مجنون. قتله مش هيحل المشكلة، لان سعادتك هتشرف في السجن. انا كنت حاسة ان الراجل ده تعلم. كلنا كنا حاسين انه تعلم، بس الطمع عام علينا كلنا. يعني ايه؟ هسيبها تعيش في العذاب ده؟ لازم يطلقها. ايوه لازم يطلقها. انا هجبره انه يطلقها. جاي تطلب مني اطلق مراتي؟ زي ما طلبت مني اسيبها لك 6 اشهر كممرضة. اسمع، انت وافقت على جوازي منها بينك وبين نفسك على امل انك تورث اموالي، وانا ما عنديش مانع. الوصية بتاعتك اهي، فلوسك خدها، انا مش عايزة حاجة. عايزك تطلقني، طلقني. لكن انا بحبك وما اقدرش اطلقك. انا لو فضلت على ذمتك هخونك، هدور سمعتك. حنان، انا لما اتجوزتك كنت عايز اساعدك، لكن بما اني فشلت فانا هديلك حريتك. يبقى طلقني. طيب بس مش قبل اسبوع.
وليه ما يكونش دلوقتي؟ لان عندي سفريه مهمه وهغيب فيها اسبوع، ولما ارجع هطلعك واكون كمان امنت مستقبلك. ولا يهمك هطلعك. حكي بقى. سلام. مليون سلام. ايه يا ابني جايبني على ملا وشي ليه؟ بصراحه عندي كلام مهم قوي عاوز اقوله لك. طب ما كنت تستنى لما نتقابل في الشغل. ما اقدرش. طب انت احسن الجرسون جاي ومش عايز اغرمك طلب. طب اقعدي اقعدي يا سعاد، تعالي اقعدي اقعدي. قعدنا. بصراحه انا عاوز اوجع قلبي. طب وانا مالي يا اخي؟ بنت انت يا مضيف بلاش لف. اصل انت بصراحه كده مالكش في وجع القلب، سيبه للي حس بيه قبلك. واحد غني ومستعجل وعايز يدخل النهارده قبل بكره، وكمان بيقول انه هيموت بعد 3 اشهر. طب بذمتك اكون مسيح دم ودم اي حد ودمك انت كمان؟ يا حمش. طبعا. بس انا لا ورايا ولا قدامي. وانا زيك واجدع. والشقه والعفش. كل حاجه بالصبر هتيجي. يعني عايز تتجوزني؟ وبسرعه. طب سيبني افكر. طب ما انت من مده بتفكري وانا بستعب. يعني عايز تتجوزني بصحيح؟ وبسرعه. طب يلا بسرعه قبل ما ترجع في كلامك. يلا بينا. حنان خدي بالك من نفسك، كلها اسبوع وحرجة زي ما اتفقنا. من السجن اللي انت عايشه فيه ده؟ لا يا احمد لا، هو وعدني بالطلاق، هو بعد ما هيرجع من السفر هيطلقني. ده كداب بيضحك عليكي. الصنف ده ما تديلوش الامان ابدا. ممكن ترفعي قضيه طلاق وتثبتي في المحكمه انه شاذ ومريض. وازاي هتثبت يا استاذ احمد؟ انا كنت متاكد انك مش هتحافظي على وعدك ليا، لانكم كلاب وما تعيشوش غير في القذاره. امشي طرفوق. يا عاصم. حنان. عاصم ما تبقاش مجنون. ابعدي. واحد مننا لازم يختفي علشان التاني يعيش سعيد. حرامي دخلت بيتي عشان تسرق شرفي. تستحق الموت، تستحق الموت. انا بعت السواق بتاعي بدل كويس، ولما يجي حلو الحرامي مقتول. دفاعا عن النفس. اكتشفوا الفيلا. تعال نلاقي حد فوق. هنروح فين يا احمد؟ انا ليا واحد صاحبي بيشتغل على مركب، اكيد هيعرف يتصرف ويهربنا. وبعدين معاكي لازم تمسكي اعصابك. تاكسي دلوقتي هتقابله.
الريس ابراهيم عشان تتفقوا معاه يهربكم، ويكون في علمكم مش هيطلب اقل من 200 جنيه. ها؟ ايوه بس انا ما كنتش عامل حساب على المبلغ الكبير ده. وراس ابويا انا لو كان عندي كانت رقبتي سداده. خد. طيب بينا. يلا حنان. اجري فتحنا بالعباس صلاة النبي صلاة النبي يا اسكندرية يا اجدع ناس يا اجدع ناس. طب اقروا الفاتحة. اجري فتحنا بالعباس صلاة النبي صلاة النبي يا اسكندرية يا اجدع ناس يا اجدع ناس. حبيبي يا ابن الانفوشي وحياة مقام الترفوشي. حبيبي يا ابن الانفوشي وحياة مقام الترفوشي. لف شغلي قرب فروشي وعرسنا بحري بحري والحب بحري بحري وعرسنا بحري بحري بحر بحر بحري عرسنا بحري. وقروا الفتحة لابو العباس ايوه خدمة يا احمد. تشكر يا حميدو. كويسة يا حنان. كويسة هنكتم لحمة. معلش. أول ما تنزلوا المخزن تطلعوا من الشوالة على طول. أنا خايفة لو لازم يختفي علشان التاني يبقى سعيد. حنان ملكي
محدش هيقدر ياخدها مني.